شكلك مبسوطة قوي مع الدكتور. ايه؟ الهدية كانت غالية أول المرة دي؟ الهدية كانت غالية أول المرة دي؟ والله دي حاجة ما تخصكش، وأنت مالك؟ صحيح، مريم عاملة إيه؟ ما تنساش تسلمني عليها، ها؟ لا تخصني ونص. لما الاقيكي متصورة مع أكتر شخص في الدنيا أذاكي وفرحانة قوي كده، يبقى لازم أفهم. لا مش من حقك يا حبيبي، ده كان زمان قبل ما تتخلى عني بدل المرة اتنين، ها؟ سارة بطلي هبل، أنا هكلمك دلوقتي. لا ما تكلمنيش، لو اتصلت مش هرد عليك، أنا مش عايزة أتكلم معاك أصلا. يا بنتي ما احنا بنتكلم أصلا. مش هرد يا فريد، لو اتصلت لبكرة الصبح برضو مش هرد. سارة ردي وبلاش استفزاز. سارة ردي وبلاش استفزاز. بقولك انا زهقت، ما تيجي نفضها سيرة احسن. ماشي يا فريد، بلوك. دين داهيه.